خلون كفار الحوثيين إذا كان عقيدة الرافضة فهم كفار. إذا كان يعتقدون ما يعتقده الرافضة يعني الرافضة معلوم أنهم يعني من يقرأ كتبهم يشوف كتاب الكافي اللي واحد أصح كتب الرافضة تجد يعني يدل على كفر. يعني عنده في باب بابنا أن الأئمة يعلمون ما كانوا وما سيكون وأنهم يعلمون ما سيموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. هذا شو قال هذا؟ وكذلك يعني يقول أنه ليس شيء من الحق إلا خرج من إلا ما خرج من الأئمة وأن كل شيء لم يخرج عندهم فهو باطل. البخاري باطل والقرآن كذلك باطل لأنه ما جاء عن علي جاء عن عثمان. ها؟ يعني فاللي يعتقد عقيدة الرافضة يكون كافر.